تونس كجل الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل سنة هجرية، والذي يصادف هذا العام 8 أكتوبر من السنة الميلادية. ولئن تعددت طرق الاحتفال بهذه المناسبة من بلد إلى آخر، فإن هذا الحدث له طابع خاص ومميز في تونس، وتحديداً في ربيعة الثلاث ولاية القيروان. هنا في مدينة الجمال الباقي على حاله، حيث الأصالة تحاكي حفاوة الاستقبال، هذه المدينة التي تملك سحراً يتداخل فيها التاريخ والورع، أزقتها وممراتها الملتوية، أحياؤها التي تحوم الأسواق بقلاعها، معالمها التي تعترضك عند زوايا مدينتها العتيقة وتحت ظلال أسوارها، القباب ذات اللون الأبيض التي تحوم كلها حول مسجد عقبة بن نافع. وعلى مدى الأسواق تكتشف المرجوم بألوانه العديدة وأشكاله المتعددة، أطباق النحاس المنقوش، رائحة الخبز العابقة، ومذاق المقروض والكفتاجي الذي يقودك رغما عنك لتذوق ماء بروتة. كل هذا يعطي لهذه المدينة صورة من خارج الزمن الحاضر. يلبس المنزل القيرواني حلة جديدة لاستقبال ضيوفه، تعلو أصوات المدائح والأذكار، وتطبخ العصيدة بأنواعها دون أن يغيب المقروض القيرواني الأصيل عن الطاولة. صباح خير. إن شاء الله كل عام وحيد بخير. إن شاء الله مولد سيدنا مبروك على الأمة الإسلامية الكل. أنا مازلت في كمتك العصيدة. يعطيك الصحة. عايشة كي قلت خلينا نبدأ في عصيدة الحصول على الستاتوس إحنا بدنا من الهدية بتاعنا، عادتنا وعوايدنا. ولو خاطوا في العقل ما يصيرش. أو بعد نزيناها. ونخرجوا منها. عقد هاي قسمت من شوية شوية كمان عن كان العادة والعويد، وبعثتها للجماعة كل عصيدتنا. إن شاء الله ربي يحيينا بخير. إن شاء الله يا ربي يتقبل ذلك الخير. مع سيدنا محمد يا رب. عستمتكم ولدكم مبروك. أنا حليمة براق، أصيلة ولادتي قيروان، بنت الشيخ محمد البراق، حفيد الشيخ علي البراق. أنتم متواجدين توا في داره هو. سبيسياليتي مقروض قيرواني أصيل، نخدم مقروض ديالي. كي نجي تقول قروان تقول مولد. احنا معناتها ثم احتفالات في المولد تقام، معناتها قبل المولد بيامات نبيضوا ديارنا، نحلوا ديارنا، نزينهم بالزرابي، يجونا الزيار من كل بلاصة. فما حاجة أخرى كانت تمتاز بها ولاية القيروان وأنا عشتها مع الوالد، هي كانت معناتها ثم مباريات في الإنشاد الصوفي، يجيو من كامل تراب الجمهورية المقام أبي زمعة البلوي، يجيو يعاديو امتحانات، ونهار المود يعطيو الجائزة الأولى للفرقة اللي معناتها اللي هي جات الأولى، فهمت؟ ونهار المولد في السيد زاد يمشي الوالد للسيد، فما حفل كبير يكون بهيش في السيد هذاك، وإحنا ديار القراوة الكل نهزوا العصيدة البيضة عصيدة تزقو، وكل قدروا قادروا نفرقوا فك الصحن متاع المقام للناس الزوار اللي جات من كامل تراب الجمهورية، معناتها يلزم يذوقوا عصيدة قروية. عديتنا ذيك القروان اللي حالين عليها عينينا بكل بالطبيعة متسمع القروية ربيعة الثلاث، والمولد هذاك هو ملي احنا صغار في المكتب يخرجونا الاحتفالات وفي البلاد وندور وكل، وفي ديارنا بالطبيعة هذيك تقوم المرأة مقبل بجمع 10 أيام تحضر دارها وتجبد ملحفها والزرابي كلها تحضر للدار باش يجيوها الضيف وكل تنورهم، وتقزر كربانة النحاس هذيك باش تعمل فيها العصيدة، وناخذ زقوق. ما كناش ناخذ الحاضر، نحنا ناخذ زقوق ويتصفى ويتنقى ويتريقل يترحى يتنفخ يحضر تتلم الحبيب بكل بقدة ربي الضيف اللي جايين واللي باش يذوقوهم وكل نحضروهم. وتقاه من قبل بليلة الحفلة في البلاد، تقاها احنا ساعة مالي البلاد ما نخرجوش، اما للضيف اللي يهبطوا ويدوروا والزوار من كل البلاد اللي يجيو نجمع الكبير الاسواق الفسقية السيدة الصاحبية يهزوا العسيد دا الصبح بكري، يقوموا يعملوا الصلاة هذيك الصبح بكري، يهزوا العصيدة البيضة عصيدتنا هذيك ما نستغناوش عليها، والعصيدة كل باش يجيو البراينية تقام يقوم ياخذوا ويدوروا، هما يدوروا في البلاد وكل. مصلي عن النبي عادات ما نحكي لكش، تربينا على الابتهالات متاع عبد المجيد بن سعد الشيخ محمد البراق، الأذكار هذيك على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقام حتى في الزوية في حومة الجامعة في البلاد كل ما هو جامع تقام محلول، وجيبوا ذكر الرسول ويفكروا ويزيدوا يعرفوا الصغيرات وكل شيء. مصلي عن النبي احتفالات من غير ما نقول لكم من غير ما نحكي لكم.
ويكتسي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في القيروان بعداً دينياً ثقافياً وحتى اقتصادي، بما تكتنزه من خصوصية تاريخية وحضارية، وما تحفل به من نزعة عجائبية تختلط بين تفاصيلها وتاريخها الحقيقة بالأسطورة، وتجعل منها قبلة للزوار في مثل هذا اليوم من كل عام. الشيء المعروف أنه فما في العديد من الأبعاد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فما بعد ديني بطبيعة الحال، فما بعد ثقافي، وبعد سياحي واقتصادي وبطبيعة الحال مالي، على أساس أنه مدينة القيروان تستقطب العديد من الزوار، والشهادة الشيء خول لها باش حتى التجارة تاعها والتجار الموجودين يخدموا أكثر من العادة وموسم من المواسم. بالنسبة كي نحكيه على قبل وتوا، بطبيعة الحال كل وقت وقته نجي ونحكيه، حتى على فترة البيات اللي احنا ما خلطناش عليها، إلا أنه البيات هم اللي أقروا أنه يكون، وهذا على ما نعلم حمودة باشا أقر باش يكون الاحتفال الرسمي في مدينة القيروان، وهذا علاش خطر ذات البعد الديني والتاريخي. إذا تكلمنا عن عصيدة الزقوق اللي هي جات بعد، إذا نرجع لتاريخها، عصيدة الزقوق توجدت في إثر مجاعة، المجاعة اللي صارت وما فماشي معناها أسباب كبيرة متاع أكل، ولو استعملوا الزقوق باش خطر، حتى معناها طريقة معناها تحضير الزقوق صعيبة برشا، لكن الجوع عمل بعمايله خلى الناس تحضر الزقوق، بطبيعة الحال جمعانه فيه شخشبة كبيرة، وفيها الواحد يحطوه في الفور ويزيدوا يدقوها كمليح باش يخرجوا منه مادة الزقوق ويطيبوا العصيدة. من جملة الحاجات اللي معناها تمتاز بها المدينة، أنه نحكيه على وقت قديم، أنه الناس اللي يجيوا يزور القيروان كانوا بصفة عامة الشيوخة والعلماء، والقيروانيين يستعدوا لاستقبال هالناس اللي جايين، هما بيدهم كانوا الشيء اللي نعرفوه واللي حكاوا عليه، أنهم الزوار اللي جيوا وقت اللي يوصلوا للمدينة ينحيوا صبابتهم، على أساس أن مدينة طاهرة وعندها قيمتها الدينية. هذوما بعض الحاجات اللي هي معناها قديمة توجدت، وفما تواصل كلمة حق تتقال، وخصوصا المدينة العتيقة. المدينة العتيقة تكتسي حلة ما أبهاش منها في الموسم هذايا، والاستعداد يبدأ من قبل، معناها قولوا احنا تقريبا بأسبوع أو أسبوعين، كل ما نسمعها يقولوا المولد فاحت ريحته، حتى المعهد العالي للآثار ولا جمعية صيانة المدينة يستعدوا استعداد خاص، وإذا ثم ترميم يبدأوه على بكري للسور وللمعالم الأثرية. وإن أخذتك أقدامك للاحتفال بمولد سيد الخلق بين كل هذا الجمال الذي تحتضنه أكناف المدينة من معمار وفن وحياة وجامع وتاريخ وموسيقى، مدينة عابقة بتاريخها، ساحرة بجمالها وبيوتها ومساجدها ومزاراتها وأسواقها وأزقتها، تنتشر في فضاءاتها حميمية وروحانية ساحرة في كل زاوية من زواياها قدسية، فقف إنك الآن في حضرة مدينة 300 مسجد، رابعة الثلاث، سيدة مدائن إفريقية، إنك في حضرة القيروان.